اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو اللي من خلاله راح نشرح كيفية تصميم مجموعة من المشاريع التصميمية. في هذا الفيديو راح نشرح كيفية تصميم شعار عيادة طبيب اسنان، وطبعا تصميم لخبر عاجل، وتصميم لبروفايل فيسبوك شركة النهروان للسياحة والسفر، طبعا الاسم افتراضي لغرض التصميم فقط، وكذلك اعلان كوفي قعدة اهلنا، ايضا الاسم افتراضي لغرض التصميم فقط. طبعا هذه الاربع تصاميم راح نصممها بطريقة الاعلان المفتوح او ما يسمى بالستوك ديزاين. من ضمن المواقع اللي تقدم لنا ستوك ديزاين هو موقع فريبيك. طبعا الستوك ديزاين هو عبارة عن تصميم مفتوح المصدر ممكن يستخدمه اكثر من مصمم مع اضافة اللمسات الخاصة بكل مصمم. في البداية راح نصمم شعار عيادة اسنان، وطبعا بالبداية يفضل انه تتم عمليات البحث كلها باللغة الانجليزية، فانت اذا كنت بالانجليزي لغتك قوية خير على خير، واذا كان عندك مشكلة باللغة الانجليزية ممكن تفتح جوجل وترجم جوجل وتكتب شعار عيادة طبيب اسنان، وطبعا تطلع لك جملة باللغة الانجليزية اللي هي Dental Cleaning Logo. طبعا هذه الجملة راح نلصقها هنا بشريط البحث بعد ما نفتح موقع فريبيك، وطبعا راح نبحث بهذه الطريقة. طبعا في البداية قبل ما نبدأ بالتصاميم، باختيار التصاميم والقوالب والستوك لوجو، قبل كل شيء يجب أن نعمل لوجين، سواء إذا احنا عندنا حساب بفريبيك نضغط على لوجين، وإذا ما عندنا حساب نختار على طبعا نختار ساين اب. طيب عندنا ثلاث طرق لعمل الحساب، يا اما عن طريق جوجل، يا اما عن طريق فيسبوك، يا اما عن طريق الايميل، واني انصح طبعا بجوجل. طبعا هاي في حال اذا كان ما عندنا حساب بهذه الطريقة نعمل حساب، او اذا كان عندنا حساب نذهب الى لوجين. طيب واني عندي حساب بجوجل اختار لوجين، طبعا راح تتم عملية تسجيل الدخول بنجاح، راح يرجع الى نفس الصفحة اللي تم البحث عليها اللي هي قوالب خاصة بشعار عيادة الاسنان. طبعا عندنا مجموعة من الشعارات الجميلة، مثلا هذا الشعار ايضا ممكن نختار هذه المجموعة. وقبل كل شيء ضروري انه نفعل خيار الفري حتى كل الخيارات تظهر بشكل مجاني. طيب مجموعة ضخمة جدا من الشعارات بإمكاننا نختارها، وطبعا نعدل عليها بشكل مباشر ونستخدمها كشعار جاهز. مثلا هذه المجموعة أيضا جميلة، وطبعا عندنا هنا 9 من الصفحات أيضا بإمكاننا صفحة جديدة، وطبعا شعارات أخرى ممكن نستخدمها للتصميم. طيب مثلا أنا تم اختيار هذه الشعار أو هذا الشعار، لنفرض هذا الشعار هو تم اختياره. إذا نجي هنا File Type اللي هو EBS أو JPG، والEBS اللي هو تصميم الستريتر، وطبعا عندنا صورة أيضا بدقة عالية بإمكاننا نستخدمها بشكل مباشر بالفوتوشوب، فراح نجي إلى Download ومن ثم Free Download، راح يتم التحميل بشكل مباشر. طبعا هذا هو الملف اللي تم تحميله بملفين لسن اللي هو يعني التصريح، وعندنا طبعا صورة، طبعا هذه هي الصورة وطبعا بدقة عالية كواليتي عالي، وعندنا هذا ملف EBS اللي هو خاص بالالستريتر. راح نفتح ملف EBS بشكل مباشر، طبعا هذا هو الملف. طبعا بعد ما نفتح الملف راح تظهر لنا هذه الرسالة، نضغط على كلوز باعتبار ان الفونت ما موجود. راح نجي نحدد النصوص بهذه الطريقة، وطبعا ديليت، حدد هذا النص ايضا وديليت، اصبح عندنا هذا الشعار بشكل مباشر. طبعا نجي الى لايرز، ايضا نجي نفتح اللايرز، نلاحظ انه كل الطبقات جاهزة وبدون باك جراوند. طيب الان راح نصدر هذا الشعار على شكل PNG من فايل اكسبورت از، وطبعا نختار PNG هذا الشكل، اختار المكان، مثلا راح اختار اني داونلود. طبعا راح تظهر ان هذه الرسالة، ضروري نختار اعلى شيء اللي هي 300، طبعا نقدر اكثر بس 300 كلش كافية، بعدها موافق. نفتح الشعار اللي تم حفظه PNG بالفوتوشوب، طبعا هذا هو الشعار بهذه الطريقة. طبعا نذهب الى اداة الكروب، نصغر العرض وطبعا نكبر المساحة بهذا الشكل ومن ثم موافق.
نضيف طبقة إلى الأسفل بهذه الطريقة ونملأها باللون الأبيض بهذا الشكل. طبعا ممكن نرفع الشعار إلى الأعلى قليلا بهذا الشكل، وطبعا نكتب هنا اسم العيادة. وضروري جدا استخدام فونت حديث للكتاب، يعني ما راح نعتمد على الفونتات الجاهزة الخاصة بالبرنامج، لا، لابد انه احنا نضيف فونتات. مثلا هذا الفونت، طبعا هذه الفونتات راح يتم ارفاقها مع هذا الفيديو، بامكانكم انه تحملوها حتى تضيف لمسة للتصميم. راح نكتب مثلا عيادة الفهد لطب الأسنان. طبعا نكبر حجم الخط، ممكن تكون بهذه الطريقة، ممكن يكون سطرين، وأيضا لا بأس إذا أعجبنا أنه نغير فونت، ممكن يكون بهذا الشكل، ممكن لطب الأسنان تكون أكبر، أو ممكن عيادة الفهد تكون أكبر، الخيار أنه ممكن يكون اللون منبثق من الشعار، يعني ممكن عيادة الفهد تكون بهذا اللون الأزرق بهذا الشكل. وطبعا طب الأسنان ممكن تكون الأسود الفاتح بهذا الشكل، تكون بهذه الطريقة. إذا لاحظ أنه تم تصميم الشعار بشكل كامل، لا بأس أنه شوية يكبر بهذه الطريقة. بنفس الطريقة ممكن نصمم أي شعار يطلب من عندنا من خلال موقع فريبيك، نبحث بالتصميم اللي احنا نريده وطبعا نحمله ونفرغه بالستريتر ونكتب النصوص الخاصة بنا. وطبعا هذه الطريقة تسمى طريقة الستوك لوجو، اللي هي هذه كلها عبارة عن ستوكات، بإمكانك أنه تستخدمها وتعدل عليها بالخيار اللي انت تريده. طيب كملنا الآن تصميم شعار، نجي الآن إلى التصميم الثاني اللي هو راح يكون إعلان خبر عاجل. طبعا لو كتبنا بالمترجم خبر عاجل بهذه الطريقة، طبعا نبحث بالفريبيك، راح نحذف الصفحات المفتوحة، طبعا راح نجي نبحث بهذه الطريقة ونشوف التصاميم اللي تتم او اللي تظهر عندنا، تصاميم جميلة. نجي الى فري، طبعا مفعلة، كل هذه التصاميم هي فري. طيب ممكن نجي الى هذا التصميم بهذه الطريقة، ممكن هذا التصميم بهذا الشكل، عندنا بنرات كثيرة ممكن نستفاد من عندها، ممكن هذا التصميم ايضا جميل بهذا الشكل. الآن أصبح عندنا ثلاث تصاميم، طبعا عندنا هنا EBS يعني الستريتر، وأيضا هنا الستريتر، وأيضا هنا الستريتر. الفكرة أنه راح نشيل الباك جراوند ونخلي الصورة اللي إحنا نريدها، وطبعا راح تصير هذه خبر عاجل أيضا بهذه الطريقة، راح تصير هنا خبر عاجل، وبهذه الطريقة أيضا ممكن نحذف هذا الجزء وتصير هنا خبر عاجل، نخلي الصورة اللي احنا نريدها. راح نحمل هذه التصاميم الثلاثة، طبعا نجي هنا داونلود بهذه الطريقة. طيب الآن تم الفتح، طبعا عندنا هنا الستريتر EBS وصورة، اي واحد نختاره، الABS او الEBS او الAI اللي هو الستريتر. راح نفتح مثلا الAI بهذه الطريقة، راح تظهر لنا هذه الرسالة، نضغط على كلوز، و طبعا راح نجي الى الباك جراوند، هذه هي الباك جراوند مقفولة، نفتح القفل من عندها، نخفيها، نشوف شنو اللي راح يصير عندنا. جيد، هذه هي الباك جراوند، ممكن نحذفها من خلال انه نضغط على هذه الدائرة بهذه الطريقة، وطبعا نضغط على ديليت ومن ثم يس. طيب نجي الى هذا الجزء، ممكن نحذف الخريطة، ما راح نحتاجها، طبعا نفتحها بهذا الشكل ونشوف هذه هي الخريطة، نفتحها ومن ثم ديليت بهذا الشكل. جيد، ممكن نحذف هذا الجزء اللي هو الخاص باللايف، طبعا نضغط عليه دبل كليك فقط على كلمة لايف تنحذف، وأيضا لا بأس انه يتم حذف الجزء بهذا الشكل. جيد، الآن راح نخلي
هذا الجزء او هذا النص راح يكون بالاسفل هنا بالاسفل، وطبعا راح نغير النصوص او نمسح النصوص نهائي هذا الشكل. طبعا هذا النص نمسحه، وطبعا دبل كليك الى ان نمسح هذا النص ايضا بهذا الشكل. هذا الجزء مع هذا الجزء طبعا يتم تحديدهم بهذه الطريقة، هذا جزء مع هذا الجزء طبعا شفت مع الجزء الآخر، وطبعا نخليهن بهذه الطريقة بهذا الشكل ونصدرهن على شكل PNG File Export Export As، ونختار مثلا الداونلود راح نحفظه PNG. طيب الآن تم فتح التصميم بهذه الطريقة. طبعا الآن فقط نضيف الصورة الخاصة بالخبر، مثلا ممكن هذه الصورة تتم بهذه الطريقة، راح نكبر الصورة بهذا الشكل، والصورة راح تكون بالأسفل بهذا الشكل، وراح نكتب هنا خبر عاجل. طبعا لابد انه يكون الكتابة بفونت جميل، ما ممكن نستخدم الفونت العادي، الفونت العادي يدمر التصميم، راح يكون مثلا باللون الأسود وراح يصعد إلى الأعلى، ممكن أنه يكون أقل حجم بهذا الشكل. لا بأس أنه نضغط هنا الدبل كليك ونضيف مثلا نجي إلى الدروب شادو، نصفر السايز ونصفرهم كلهم بهذه الطريقة، نجي إلى الدستنس بالبداية نرفعها بهذا الشكل بهذه الطريقة، ومن ثم موافق، فقط نغير اللون الى مثلا ابيض او احمر ايضا جميل هذا الشكل. والان راح نجي الى العاجل، راح تكون بهذه الطريقة عاجل، وطبعا راح يكون باللون الابيض بهذا الشكل، صار عندنا خبر عاجل. طبعا هذه الصورة اذا لاحظ انه هي سمارت اوبجكت، في حال لو كانت مو سمارت اوبجكت مثلا بهذه الطريقة نضغط عليها كليك ايمن ونختار convert to smart object، صارت عندنا سمارت اوبجكت. طبعا حتى نغير الصورة الخاصة بالخبر راح يكون عندنا هذا هو قالب، راح نضغط هنا كليك ايمن ونختار replace content ونختار الصورة الجديدة مثلا بهذا الشكل، فقط يحتاج انه نعدل حجم الصورة الجديدة بهذا الشكل، وليكن مثلا هذا هو خبرنا العاجل. طبعا ايضا بنفس الفكرة هذه الطريقة نفرغ هذا التصميم كله، ناخذ بس هذا الجزء وراح يكون هو هذا الخبر العاجل، او هذا راح يكون هنا خبر عاجل، هنا مثلا وكالة الفراس نيوز او وكالة اي شيء، وراح يكون عندنا هذا هو التصميم الخاص بالخبر العاجل. التصميم الاخر هو بروفايل لشركة سياحة وسفر، طبعا نكتب هنا غلاف فيسبوك شركة سياحة مثلا بهذه الطريقة، ونختار طبعا كوبي، راح نحذف كل هذه التصاميم فقط الى الفريبيك، راح نضيف بالنص بهذه المكان، راح تطلع عندنا هذه كلها بروفايلات خاصة بشركة سياحة وسفر، طبعا بروفايلات فيسبوك، بإمكاننا نختار أي واحد فيهم، مثلا هذا هو التصميم، وبإمكاننا طبعا نبحث إلى بروفايل فيسبوك، مثلا ممكن إنه ما عجبنا البروفايل هنا بشكل مباشر، بإمكاننا إنه نختار فقط ترافل، نكتب فقط ترافل بهذه الطريقة اللي هو سياحة، وطبعا راح نشاهد الكثير من التصاميم، مثلا عندنا هذا التصميم، تصميم جميل، ممكن طبعا نضغط عليه كليك يعني نحفظه، وإذا نشاهد انه عندنا صفحات كثيرة بالسياحة والسفر، مثلا ممكن هذا التصميم ايضا نحتاجه، وهكذا إذا ننزل هنا عندنا 200 صفحة من التصاميم بإمكاننا نستغلها وتكون بروفايل، مثلا يا أما يكون هذا هو التصميم، طبعا هو تصميم جميل صراحة، مثلا داونلود،
أو ممكن هذا التصميم أيضاً نفتحه بالإلستريتر ونحذف من عنده هذا النص ونضيف النص اللي إحنا نريده، أو يكون هذا التصميم أيضاً ممكن نضيفه بالإلستريتر. طيب هذا التصميم بعد ما تم تحميله نجي إلى الAI، ملف الAI اللي فتح بالإلستريتر بهذه الطريقة، وطبعاً راح نحذف النصوص. نجي هنا نحذف النص بهذا الشكل ديليت، وطبعا نفرغ النصوص كلها هذا الشكل، ونجي من فايل ونختار طبعا اكسبورت از، ونختار مثلا جي بي جي او بي ان جي باي مكان، مثلا بالداونلود بهذا الشكل. طبعا راح افتح هذا التصميم بالفوتوشوب، وراح اجي الى اداة الكروب، وراح اخلي التصميم يكون فقط المساحة الموجودة بهذا الشكل، ومن ثم اضغط على علامة الصح. طبعا بامكاني انه اعكس العملية حتى يكون باللغة العربية من خلال edit transform واختار flip horizontal بهذا الشكل. وطبعا احنا عندنا بروفايل شركة النهروان للسياحة والسفر، فراح نكتب هنا شركة النهروان. ضروري جدا ان يكون العنوان بفونت جميل، طبعا نصغر الحجم بهذا الشكل، طبعا شركة النهروان، وراح نضيف نص اخر راح نكتب هنا للسياحة والسفر. طبعا لا بأس انه النص الاخر يكون بفونت اخر ايضا يكون بهذا الشكل، وطبعا نكتب هنا وسائل السوشيال ميديا اللي هو مثلا ارقام الهواتف، مثلا راح نكتب ارقام عشوائية، وطبعا نصغر الحجم، وطبعا نكتب العنوان بهذا المكان، ولكن فقط السياحة والسفر راح اخليها تكون بهذا اللون يكون أجمل. وطبعا رقم الهاتف راح يكون لليسار مثلا، وهنا نبي الأسفل راح نكتب العنوان مثلا بغداد. زيونة مثلا، وراح أيضا يكون باللون السمائي أو يكون باللون الأصفر. تعدد الألوان جميل، ولكن يجب أن يكون من ضمن ألوان التصميم، يعني ما يكون ألوان عندنا جديدة وبالتالي راح تكون عندنا ألوان هواي. يفضل أنه نساوي المساحات، يعني مثلا هنا البداية نخلي مسطرة ونخلي هذا النص يبدي بهذا المكان، وهذا النص أيضا يبدي بهذا المكان، وهذا النص راح نساوي يكون بهذا المكان. لا بأس أنه شوي نكبره، رقم الهاتف يكون بهذه الطريقة. مثل ما نلاحظ أنه أصبح عندنا بروفايل خاص بشركة سياحة وسفر جميل وأنيق بنفس الوقت. طبعا ممكن هذه المعلومات وهذه التشكيلة نضيفها بهذه المنطقة، إذا كان عندنا بروفايل ممكن نضيفها بهذه المنطقة بعد ما نفرغ هذا النص. الآن راح نحذف التصاميم وراح ننتقل إلى التصميم الآخر أو المشروع الآخر اللي هو كوفي قاعدة أهنة. فقط نكتب هنا كوفي، مثلا كوفي، او ممكن نكتب كوفي شوب. نكتب كوفي شوب بهذه الطريقة. طبعا لا ننسى انه عندنا احنا فري، راح تظهر لنا مجموعة من الصور او التصاميم. احنا نريد نسوي اعلان لكوفي شوب اسمه قاعدة اهلنا، مثلا نختار مثلا هذا التصميم، وطبعا ننتقل الى تصاميم اخرى نشوف إذا أعجبنا تصميم آخر. مثلا هذا التصميم تصميم جميل، ممكن بهذه الطريقة. طبعا ننتقل للصفحة الثانية، طبعا ممكن الصفحة الأخرى أيضا لا بأس، وهكذا نبحث إلى أن نصل إلى التصميم المناسب. مثلا هذا التصميم ممكن يكون مناسب، أو ممكن يكون هذا التصميم أيضا مناسب. طيب الآن راح نجي نحمله داونلود، طبعا EBS داونلود بهذه الطريقة free download. راح يظهر عندنا هذا الملف، نفتح الملف بالإلستريتر باعتبار انه هو ملف إلستريتر. يس yes.
جيد. الآن راح نجي نفرغه من هذه النصوص. طبعا هذا ما راح نحتاجه. ديليت هذا الشكل. وطبعا هنا عندنا كوفي شوب أيضا راح نخليه أو نشيله بهذا الشكل. عندنا هنا مثلا هذا التصميم. طبعا نجي إلى فايل و export as هذا الشكل. طبعا راح اختار مثلا الداونلود، راح افتح التصميم بالفوتوشوب. الان راح اجي بأداة الكروب، راح اوسع التصميم، ممكن يكون بهذا الشكل بهذا المقدار. جيد. وراح نكتب هنا، طبعا قبل ما نكتب راح نضيف باك جراوند. طبعا راح تكون الباك جراوند طبقة جديدة اسفل الطبقة الحالية، تكون باللون الابيض، ونضغط على Alt Backspace، وراح نكتب مثلا هنا كوفي قاعدة اهلنا، وممكن نختار هذا اللون او هذا اللون. طبعا اسف بالانجليزية النص. بهذا الشكل طبعا راح نكبر النص. ممكن يكون بهذا الشكل، ممكن انه نضيف باك جراوند ايضا لا بأس. مثلا نضيف باك جراوند، تكون هذه الباك جراوند اسفل النص. طبعا النص والباك جراوند لابد انه النص يكون اعلى الباك جراوند، فراح نرفعه طبقة. بعدين راح نجي نرفع النص والباك جراوند اعلى من الصورة الرئيسية. النص اللي موجود ممكن نختار له لون اصفر مثلا، ممكن بهذه الطريقة بهذا اللون، ممكن مثلا لون جميل. ونكتب طبعا هنا التفاصيل الخاص بالكوفي، مثلا رقم الهاتف، و لا بأس ان يكون مثلا العنوان بهذا الشكل مثلا. طبعا هذا رقم هاتف افتراضي. ومثلا هنا نكتب العنوان، مثلا العراق. المنصور. ولا بأس طبعا نعدد الالوان، يعني هنا عندنا لون احمر، هنا مثلا ممكن يكون لون اخضر، او ممكن يكون هذا اللون الازرق بهذا الشكل. الالوان جميلة. ممكن هنا نخلي فارزة او فاصلة بين النصوص بهذا الشكل. طبعا ممكن نخلي هنا فيسبوك، يعني هنا ممكن نضيف فيسبوك. ونكتب قاعدة أهلنا. لا بأس انه يكون لون ازرق، ناخذه من لون الملابس مثلا. ونصغر حجم النص، ممكن يكون بالمنتصف بهذا الشكل. اصبح عندنا الان اعلان لكوفي شوب قاعدة أهلنا، واصبح عندنا بروفايل فيسبوك خاص بشركة النهروان. وطبعا صار عندنا صورة لخبر عاجل، وطبعا عندنا هنا شعار لعيادة طبيب أسنان. طبعا بهذه الطريقة يتم تصميم بقية المشاريع اللي يتم طلبها من عندنا بطريقة الستوك لوجو عن طريق موقع الفريبيك. طبعا بعد ما يتم تصميم المشاريع، يتم إرسال هذه المشاريع على الجروب الخاص بالمبادرة، مبادرة الألف مصمم، لغرض التقييم ومنح الشهادة. قبل ما أختم هذا الفيديو، أنصح جدا أن نهتم بالفونت. ضروري أنه نختار فونت احترافي، وما نختار فونت عادي، لأن الفونت راح يقلل من تقييم التصميم. نلتقيكم في فيديو آخر بإذنه تعالى.